عبد الله، إن ربنا لغفور شكور. لا تحقرن من المعروف شيئا، فطرق الخير كثيرة وهي مع ذا يسيرة. أخرج البخاري في صحيحه عن حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان بن عطية: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى، فما بلغنا 15 خصلة، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيا عبد الله، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، واتق النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. لا تحرم نفسك من خير أنت قادر على فعله ولو صغره الشيطان في عينك وقلله في نفسك، فالكل مكتوب ومحسوب، والخير مهما قل فهو عند الله محبوب. وأول الغيث قطر ثم ينهمر، وإنما السيل اجتماع النقط. قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال جل شانه: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فقدم الصغيرة على الكبيرة. يا أيها المعدود أنفاسه، يوشك يوما أن يتم العدد. لا بد من يوم بلا ليلة، وليلة تأتي بلا يوم غد. فقدم، فكل امرئ قادم على بعض ما كان قد قدم. واتق الله وانظر ما قدمت لغد. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واجعلنا من أهل الذكرى. أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واختم لنا بعمل صالح نفوز به لديك. لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.